دنانجي. أهلين، شو في إليلي؟ أنت لازم تطلع منهم فورا. ليش؟ كنت مرأة من ناح غرفة سامر وكافيري وسمعتها عم تقول بدها توقعك بمشكلة. الله يوفقك، روح من هون. أصلا الناس كلياتهم شاكين إنه أنا ما بحبك، وهلأ إذا عن جد رحت من هون بهالحالة هي رح يطلع شكهم بمحله. ما رح أعطيهم هالفرصة ولا رح أسمح لهم يحكوا عن حبنا بالمرة. مستحيل إني روح. أنت ليش مصر هيك؟ صدقيني أنا رح أثبت لك إنه حبي إلك حقيقي حتى لو كلفني هاد الشي حياتي كلها. دنانجي هلأ مو وقت أبداً إنك تضحي بحياتك منشان تثبت حبك إلها. أكيد في طريقة تانية. مشان تثبت حبك لعمتي خليها ألك على طول، وهيك بتكون رديت على كل مين بيقول إنه علاقتك فيها حرام أو عيب. دنانجي وهلأ أنت لازم تعيش من شانه، بس لهيك أنت لازم تترك البيت بسرعة. روح روح يا دنانجي. حضرة الضابط، هذا هو الشوفير يلي سرق طوقي وهرب. أنت شو عم تقولي كافيري؟ أنا عم أحكي اللي صار. حضرة الضابط تفضل شوف شغلك. هذا الحكي مو صحيح دنانجي. ما مد... صح ولا غلط بتعرفي بعد شوي. خلي الشرطة تشتغل شغلها. فتشوا البيت. سيدي لقيت الطوق. هذا هو، هذا هو طوقي. صدقتي هلأ؟ أنا قلتلك إنه واحد حرامي. يلا خدوه. غلطانين.